ينتظر 90 دقيقة ليحدد من الذي سيفوز بالبطولة. ستاندر الكرة العنبري سعد الحوطي محمد كرم منتخب الكويت الأهلي. هذه الساعة 6:30 بالضبط 7:30 توقيتكم توصل لسامي الحشاش جمال يعقوب. سامي الحشاش اللي يلعب بديل ل وليد الجاسم. تلعب الكرة توصل ناحية العنبري. انا ما تنخطب حصلها جمال يعقوب منتخب الكويت الاهلي 4. جمال يلعب انا ما تنخطب ايضا توصل لمحبوب جمعة اللي يلعب ظهير شمال. ترجع لعبد العزيز العنبري يلعبها على طول لما يحصل الفريق الكوري الجنوبي. فريق كوريا ثمانية كابتن الفريق تشونغ تشونغ في دائرة السنتر ثمانية ناحية هونغ سونغ هو يعليها هالي. انما في جاسم باهمان حارس مرمى منتخب الكويت. جمال محمد كرم سامي الحشاش من ناحية اليمين منتخب الكويت الاهلي. نعيم سعد الظهير اليمين يلعب ناحية فيصل الدخيل يحاول يمر مرة انما طالت الكرة حصلها الفريق الكوري شو كوانغ لي لتشونغ جونغ يلعبها على طول قدام ناحية الشمال تلعب ال 22 انما تمر حصلها محبوب جمعة رجع لحارس مرمى جاسم باهمان. شو صنعوا هداف فريق كوريا الجنوبية. كرة توصل لعبد العزيز العنبري يلعبها ناحية جاسم يعقوب يمر جاسم مر داخل منطقة المزعج حاول يطلع بالعرض توصل الكرة أول فرصة في المباراة جاسم يعقوب حصلها من ناحية الشمال وحتى من الظهير الشمال. شوف من الظهير اليمين نمرة ثلاثة هونغ سونغ هو وعلى الخط طلع حلوة بالعرض حاول يحطها فيصل الدخيل ما حطها وين ضربة القائم طلعت برا الملعب ضربة مرمى لمنتخب كوريا الجنوبية الأهلي. تلعب الكرة توصل ناحية شو تشونغ دوغ عالية عالية ترجع من ثمن تاعت تشونغ هونغ وون لي يونغ مو انما تطلع برا الملعب من لي يونغ مو رمي التماس لمنتخب الكويت الاهلي. سامي الحشاش رجع لحارس مرمى جاسم باهمان سامي الحشاش يلعب ناحية نعيم سعد. سامي الحشاش منتخب الكويت الاهلي بنص الملعب ناصر الغانم يلعبها لي محبوب جمعة ظهير الشمال لمنتخب الكويت. جمال يعقوب سامي الحشاش منتخب الكويت الاهلي معدي دارة ولعب على طول ناحية جاسم يعقوب راح يضرب الجول لما ترجع مره ثانيه فيصل الدخيل جاسم يعقوب لما تنخطب يشيل المدافع الكوري ترجع نهايه 11 لي تشون ال يحاول يمر من محبوب كره طلعت برا الملعب رمي التماس لفريق منتخب الكويت الاهلي. محبوب جمعه محمد كرم من رمي التماس توصل ناحيه سامي الحشاش يحاول عليها سامي عند جاسم يعقوب علاها حطها جاسم من وين توصل العنبري علي العنبري لفيصل الدخيل طلع المدافع الكوري توصل لي لي يونغ مو هادي رجعها ناحية شو كوانغ لي فريق الكوري لثمانية شو يونغ جونغ
يعلي عالية طويلة قدام ناحية 18 تشونغ هونغ وون انما تنخطب توصل ناصر الغانم محمد كرم انما يخطب الفريق الكوري توصل لمحبوب جمعي رجع لحارس مرمى جاسم بهمن بإيده جاسم لسامي الحشاش وخمس دقائق فات من الشوط الاولاني وباقي 40 دقيقة والنتيجة الى الان 0 منتخب الكويت الاهلي 0 منتخب كوريا الجنوبية الاهلي اللي راح ياخذ البطولة اليوم هو اللي راح يحمل لواء اسيا في الثمانين كرة اللعب لحجاز معقب راح يضرب الجول لما ترجع مرة للمنتخب الكويت حصل كرم حضب الجول شعلها حارس المرمى هو بيونغ دوك فرصتين حلوين من بداية المباراة إلى الآن لمنتخب الكويت مرة لجاسم ومرة لأحمد كرم برا منطقة 18 حلوة حصلها بعد ما رجعت من المدافع شوف شلون خذها بصدره كرم وحطها إنما أكرم حارس المرمى اللي هو بيونغ دوك حصلها وأيضا في مدافع مغطي على هو بيونغ دوك حارس المرمى اللعب توصل 11 لي تشون إل تنخطب تطلع برا الملعب رمي التماسك المنتخب كوريا الجنوبية 12 يلعب شو تشونغ دوك لتشونغ وونغ يونغ ترجع ناحية 11 لي جون إل يحاول يمر لما حصل الفريق الكوري يرجع محمد كرم يخطفه محبوب جمعة محمد كرم محبوب جمعة يتركها لجمال يعقوب جمال سامي الحشاش سامي عليه عالية ناحية نعيم سعد ناحية اليمين الطول من نعيم هونغ سونغ يخطفه حصل ناصر الغانم منتخب الكويت هجمة حاول يشوت عندما تضرب المدافع الكوري ترجع مرة ثانية لفريق منتخب كوريا الجنوبية طلعها من داخل منطقة 18 توصل لي جمال يعقوب منتخب الكويت الأهلي على طول ناحية ناصر الغانم عبد العزيز العنبري محبوب جمعة لجاسم يعقوب فيصل الدخيل داخل منطقة الجزاء يحاول يصلح عن نفسه انما لعبة حلوة للعنبري حاول يعطي في الجول جول الكويت جول جول حلوة سعد الحوطي بين المدافعين بين مدافعين فريق كوريا والمباغسة الحقيقة وصلت من فيصل الدخيل بعد ما قلب الكرة داخل منطقة المدافعين شوف شلون وصلت عبد العنبري اللي حاول يحط العنبري في الجول لما تضرب المدافع توصل لسعد الحوطي حاول يحطه فعلا حطه في الجول والحوطي محاط بلاعبي منتخب الكويت فرحين بهدف الكويت الاولاني في الدقيقة 8 من الشوط الاول الكويت 1 سعد الحوطي 1 الكويت لا شيء كوريا الجنوبية في اول 8 دقائق بعد ما فاتت فرصتين حلوين من منتخب الكويت الاهلي من جاسم يعقوب ومن فيصل الدخيل ومن محمد كرم عوضها سعد الحوطي حلو حطها في الزاويه البعيده من حارس المرمى محرز الهدف الاولاني لمنتخب الكويت 1 الكويت لا شيء شوف شلون ما حصل حارس المرمى دخلت في الجول محلاها كره توصل لفريق كوريا حاول يطلع بالعرض انما في جاسم باهمن حارس المرمى الهدف الاول الكويت سعد الحوطي نمره 6 جايبين مكتوب الخط الاصفر ايضا توصل لجمال يعقوب سامي الحشاش الكويت الاهلي نعيم سعد جمال يعقوب اللاعب الساقط المرة هذه بدل محبوب جمعة يلعب ظهير شمال توصل 4 شو كوانغلي شو تشونغ دوك تنلعب في صفارة وفي فاول على منتخب الكويت شايفين هذا
مدرب منتخب الكويت كارلوس البيرتو ومدير الفريق واحتياطي فريق منتخب الكويت. وفاول الفريق الكوري للعب الكرة توصل 22 مات وطلع المدافع الكويتي ترجع ل 12. فريق كوريا الجنوبية حاول يلعبها يحصلها 12. شو تشونغ يلعبها على طول توصل ل 18 حاول يحصلها وطلعها من نعيم سعد ما يحصلها. شو تشونغ دوغ عليها عالي طلع المدافع ايضا اللي هو جمال يعقوب توصل ل فيصل الدخيل. مرمي الاولاني انما في صفاره وفي فاول على مدافع فريق كوريا الجنوبيه. هذا مدرب كوريا اللي يشوف ساعتها الحين مدرب كوريا الجنوبيه واحتياطي الفريق الكوري فيصل الدخيل يحاول يمر مع تسعه اللي هو لي يونغ مو. تنلعب ناصر الغانم ناحيه محبوب برازه محبوب حلوه توصل لمحبوب انما يشيل المدافع الكوري اللي هو تشونغ وونغ جونغ. كرة تطلع برا الملعب العنبري يطلع رمي تماس لمنتخب كوريا الجنوبية الاهلي. 15 لي كونغ جو 8 شو يونغ جونغ 15 لي كونغ جو 8 شو يونغ جونغ كابتن منتخب كوريا الاهلي من اربعة ايضا توصل لي تشونغ انما تمر من تشونغ لمحمد كرم يحصلها توصل لي تطلع الكرة برا الملعب رمي التماس لمنتخب كوريا الجنوبية الاهلي. 12 اللي راح يلعب رمي التماس شو تشونغ دوك يلعبها توصل لتسعة يحاول يمر انما يطلعها منه محمد كرم برا الملعب رمي التماس. هذا تسعة لاعب منتخب كوريا لي يونغ مو. 12 هذا شو تشونغ دوك 12 انما اللي طلعت من الكره ونمره 9 الكره توصل لي 18 تشونغ هونغ في صفاره وفي فاول على فريق منتخب الكويت الاهلي. سعد الحوطي اللي احرز هدف الكويت في الدقيقه 8 كره راح تنلعب اربعه اللي راح يلعب الفاول شو كوانغ لي يعليها عاليه ناحيه 18 انما تعدي توصل الفريق الكوري الجنوبي ترجع لي 22 يحاول يمر حصلها ومر حكم برا يقول ما فيها شيء توصل لجاسم يعقوب جاسم لنعيم سعد نعيم فيصل لنعيم انما كره تطلع من الفريق الكوري برا الملعب رمي التماس لمنتخب الكويت الاهلي. هل يدأر الكويت لخسارته امام كوريا في نفس التصفيات قبل ايام معدوده في دوري المجموعات في بطوله المجموعات لما كان الفريق الكويتي والفريق الكوري في المجموعه ب تقابلوا استطاع الفريق الكوري الجنوبي ان يكسب الكويت بثلاث اهداف للا شيء. اليوم الى الان وفي النهائي الكويت كسبان بهدف للا شيء احرز سعد الحوطي. كره توصل ناحيه الفريق الكوري يعليها 15 لي كونغ جو عاليه 22 شو سون هو انا ما حصلها الفريق الكوري تشونغ هونغ وون يحاول يعليها يلعبها بالارض توصل الكره ناحيه الفريق الكوري يحاول يمر يلعبها ايضا يحصلها لنفسه ويعدلها ويحاول يشوت انما سهله به حارس المرمى جاسم بهمن. اربعة عشر دقيقة فات من الشوط الاولاني والكويت واحد جمهورية كوريا لا شيء. طبعا الثالث والرابع بان البارحه من مباراه البارحه الثالث منتخب ايران والرابع كوريا الشماليه. كره توصل لي فيصل الدخيل داخل منطقه 18 جاسم يعقوب دبل جول برا من برا الكره لا من برا مو جول من برا حلوه الكره حصلها من فيصل الدخيل جاسم يعقوب شايف يمر فيصل من جهة اليمين مرمى الاولاني دخل داخل منطقة 18 طلعها بالعرض لجاسم يعقوب حاول يحطها بالجول انا ما حطها جنب العارضة برا الملعب جنب القائم تطلع تضرب الشبك من برا ما تنحسب جول. الكرة بين القائمين والعارضة تنحسب جول مثل ما انحسبت لسعد الحوطي. كرة اللعب توصل لي
الفريق الكوري 15. لي كونجو يحاول يمر يرجع وراء لي 12 اللي عليها ناحيه 22. شو صن هو يحاول يمر مع نعيم سعد انما تخطف الكره ناصر الغانم يخطفها يلعبها لفيصل الدخيل ومعاه 8 اللي هو تشونغ هونغ وون يحصلها تشونغ لي كونجو تلعب ناحيه هونغ جونغ فريق الكوري الجنوبي ناحيه تشونغ هونغ وون توصل لي يونغ مو تطلع الكره برا الملعب رمي التماس لمنتخب الكويت الاهلي. هذه رابطة مشجعي فريق الكويت شايفين هذه الرابطة. جمال محبوب جاسم بهمن سامي الحشاش 15 دقيقة شايفين الساعة من الشوط الاولاني والنتيجة 1 الكويت لا شيء كوريا. كرة اللعب توصل لي فيصل الدخيل يحاول يمر يرجعها ورا ناحية جمال يعقوب محبوب جمعة منتخب الكويت الاهلي يلعب لي محمد كرم حصلها 8 كابتن الفريق شو يونغ جو يرجعها ورا لحارس المرمى هو بيونغ دوك ينقل معانا طبعا تلفزيون كوريا الجنوبية وتلفزيون الكويت وتلفزيون الامارات العربية وايضا تلفزيون قطر وتلفزيون تلفزيون ماليزيا ايضا. كرة اللعب توصل لي 12 ايضا التلفزيون الايراني ينقل معانا انما تسجيل كرة توصل لي شو جونغ دوك تلعب عالي انما في يد حارس المرمى جاسم بهمن هذا 8 كابتن الفريق شو يونغ جونغ جمال يعقوب منتخب الكويت الاهلي سامي الحشاش بديل وليد الجاسم اللي ماخذ انذارين كرة اللعب على طول يطلع اللاعب الكوري برا الملعب رمي التماس توصل لي كونجو ناحية 4 شو كوانغ لي كعبة يلعبها للمو 18 يحصلها له ورجع ل 15 ورا ناحية 9 لي يونغ مو لشو جونغ دوك لجونغ هون وون جونغ ورا 12 شو جونغ دوك يلعبها ناحية دوك لأربعة شو كوانغ لي يعليها عالية ناحية 22 أما ما يحصلها 22 كرة تطلع برا الملعب رمي التماس صالح منتخب الكويت الأهلي الكويت هدف جمهورية كوريا الجنوبية إلى الآن لا شيء جمال يعقوب مدافع منتخب الكويت لسامي الحشاش سامي رجع ورا لي جاسم بهمن جمال يعقوب ناحية ناصر الغانم من ناحية الشمال يحاول يمر انما تنخطف ايضا يطلع نمرة 18 تشونغ هونغ وون يطلع برا الملعب رمي التماس محبوب جمعة منتخب الكويت توصل لي جمال تنخطف حصل الفريق الكوري 15 اللي هو لي كونغ جو يلعبها ناحية 22 شي سون هو يحاول يمرنا ما في فاول على منتخب الكويت الاهلي في فاول
تنلعب الكرة من 12 شو تشونغ دوك يلعبها بنص الملعب لي. لي يونغ مو ناحية 15 لي كون جو يعليها عالية 22 حاول يحطها بالجول. أنا ما حطها برا الملعب كرة تطلع ضربة مرمى لمنتخب الكويت الأهلي. صغير هذا 22 نمرة 22 عمره 20 سنة في الفريق الكوري الجنوبي. طبعا بتصريح رئيس البعثة على أساس أن الفريق هذا أيضا يعد لكأس العالم في أسبانيا عام 82 يعد الفريق هذا الفريق الكوري وراح يلعب أيضا مجموعة راح تلعب في الكويت وأيضا المجموعة راح تكون فيها الكويت أيضا وماليزيا. كرة اللعب توصل ناحية في صفارة وفي فاول سامي الحشاش راح يلعب الفاول للفريق الكويتي يعليها عالية توصل لجاسم يعقوب يحاول يحطها براسه حطها إنما طلع المدافع الكوري توصل لي محمد كرم محبوب جمعة يرجع لحارس مرمى جاسم بهمن جاسم لسامي الحشاش لجمال يعقوب هذا محبوب محبوب جمعة محبوب يعليها عالية لما تضرب في اللاعب الكوري ويحصلها منتخب كوريا تنقطع توصل لعبدالله العنبري يلعب العنبري ناحية جاسم يعقوب معاه نعيم سعد يحاول يلعب النعيم لعب النعيم يمر نعيم ولا لا ما يندرى انما رجع المدافع الكوري لحارس مرمى هو بيونغ دوك. توصل الكرة لي فريق الكوري الجنوبي في نص الملعب لي يونغ مو يرجع لي يونغ لي كونجو أربعة شو كوانج لي ناحية 12 انما تنخطف الكرة العنبري يخطفها توصل لي فيصل الدخيل يحصلها ثمانية شو يونغ جونغ يرجع لجونغ وونغ جونغ الفريق الكوري ناحية هونغ سونغ هو تنلعب لأربعة شو كوانغ لي هونغ سونغ هو لي يعلي على ناحية 22 نما في صفارة وفي فاول على الفريق الكوري الجنوبي شايف هذه المنصة الرئيسية و الاستاد مليان استاد الكويت منذ استاد صباح السالم بالكويت بالنادي العربي منذ بداية البطولة الى الان ما شفته مليان الا اليوم لان نهائي والكويت تلعب ايضا امام كوريا الجنوبية ويعتبرون افضل فرق الى الان مع ايران كرة اللعب توصل لي محبوب يحاول يمر محبوب من ناحية الشمال يحاول يطلع يلعبها بالعرض كرة توصل مرة ثانية لعبد العامري يعطي بالجول انا ما حطها وين برا الملعب برا الملعب ضربة مرمى لصالح منتخب كوريا الجنوبية الاهلي سمو الشيخ سعد العبد الله ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومستشار ايضا امير الكويت الشيخ عبد الله الجابر وفي المقصورة الرئيسية مثل ما شفتم ايضا معالي الوزراء وسعادة السفراء المعتمدين لدى الكويت ورؤساء البعثات في بطولة اسيا او في بطولة كأس امم اسيا المقامة في الكويت في صفارة في فاول لمنتخب كوريا الجنوبية ثمانية راح يلعب الفاول شو يونغ جونغ تلعب عالي على طول انا ما جاسم بامن يحصلها قبل لا يوصل لها اللاعب شو سون هو نمرة 22 سامي الحشاش جمال يعقوب
منتخب الكويت الاهلي جمال يرجع لي حارس المرمى جاسم باهمن. اللعب توصل سامي الحشاش جمال يعقوب ناحية نعيم سعد اخطف الفريق الكوري تعدي توصل لجاسم يعقوب يحاول يصلحها وشوت شوت لما تمر بحارس المرمى وتصطد ويحصلها مرة ثانية حارس المرمى حلوة من حلا من على بعد حوالي 35 يارد شاتها جاسم انما حارس المرمى هو بيونغ دوك حصلها شايف شلون جاسم يعقوب وبيسار لعبها انما حارس المرمى على مرحلتين حصلها مرة ثانية قبل لا يوصل لها المهاجم الكويتي كرة اللعب توصل لي نعيم سعد يتركها تطلع برا الملعب ضربة مرمى لصالح منتخب الكويت الاهلي سبع وعشرين دقيقة فات من الشوط الاولاني والنتيجة الى الان واحد منتخب الكويت لا شيء منتخب كوريا الجنوبية الفريق الكوري ايضا يشجع والفريق الكويتي يشجع كرة اللعب توصل 22 يحاول يمر جاسم باهمن طلعها برا الملعب رمي تماس حارس مرمى منتخب الكويت لي يونغ مو يلعبها توصل لي يونغ مو يحاول يمر انما تضرب الكرة وتطلع برا الملعب تضرب محبوب تطلع كورنر لصالح منتخب كوريا الجنوبية الاهلي لي يونغ مو نمرة 9 هذا احسن لاعب نص ملعب في الدورة الى الان يلعبها انما طلع المدافع حكم المباراة يعيد الضربة لانه عبد العزيز العنبري ما كان على بعد 10 ياردات من الضربة الركنية من الكرة فحكم المباراة اعاد الضربة الركنية مرة ثانية كرة اللعب تضرب عبد العزيز العنبري وتوصل عليها توصل ل 22 ترجع الفريق الكوري انما يشيلها ناصر الغانم يلعب انا ما حصل ايضا الفريق الكوري مره ثانيه 8 ل 15 تلعب توصل 12 شو جونغ دوك يعلي عاليه ناحيه 22 ترجع الفريق الكوري يحاول يمر ترجع ايضا داخل منطقه 18 انا ما يشيلها جاسم يعقوب يطلع برا الملعب لراجع يساعد دفاعه بدا الفريق الكويتي يكش على ملعبه اكثر طبعا هذا راح يتيح لفريق كوريا الجنوبية فرصة ان ايضا يضغط على مرمى الفريق الكويتي ومثل ما يقول كسر الدق يفتش الحام ممكن اي فرصة يستغلها الفريق الكوري الجنوبي طبعا لعب اقوال كرة اللعب توصل لي 22 احاول احط انا ما تعدي ترجع لي 9 فريق كوريا ترجع لي 22 عليها حلوة قدام الجول ترجع الفريق الكوري انما يحصلها 9-4 ايضا يحاول يحصلها لنفسه مرمى الاولاني والثاني وفي صفاره وفي فاول على منتخب الكويت الاهلي فاول لمنتخب كوريا الجنوبيه على بعد حوالي 13-14 يارده من منطقه 18 يارده واحد يقول لي مثلا افترض ان احد اللاعبين عليه انذار من المباراة الاولانية انذار كرت اصفر والقانون يقول ان انذارين صفر في مباريتين يوقف مباراة واحدة وحصل المرة هذه انذار ما يوقف الانذار الاصفر يجب ان يكون بعديه على طول انذار احمر في المباراة كرة اللعب انما جنب القائم طبعا اذا كانوا مباريتين وفي مباراة بعد المباراة هذه يوقف مباراة بعد المباراة هذه في حالة حصوله على الكرت الأصفر إنما حاليا لا لأن أيضا ما في مباراة بعد المباراة هذه على أساس مباراة نهائي فاينل فما يوقف الكرت الأصفر يوقف الكرت الأحمر بس يجب أن يأخذ الكرت الأصفر أولا كرة اللعب توصل لي محبوب جمال يعقوب توصل الفريق الكوري ترجع عبد العزيز العنبري هجمه منتخب الكويت ناحيه فيصل الدخيلي يحاول يمر ومعاه 12 شو تشونغ دوك يحصلها تلعب الكره توصل لي تشونغ ناحيه 15 لي كونغ
وفي صفاره وفي فاول لمنتخب كوريا. تنلعب الكره من لي كونغ لشو يونغ لهونغ سونغ هو يعليها 22 ما تمر منه توصل لثمانية مرة ثانية شو يونغ يلعبها شو يونغ انما جمال يعقوب يطلع برا الملعب رمي التماس لمنتخب كوريا الجنوبية 12 شو تونغ دوك وباقي ربع ساعة نهاية الشوط الأولاني 1-0 الكويت على كوريا الجنوبية كرة اللعب 22 ما تمر حصل سعد الحوضي يطلع منطقة 18 تطلع أيضا الكرة برا الملعب رمي تماس لمنتخب كوريا 12 شو تشونغ دوك يلعب العنبري يطلعها أيضا برا الملعب رمي تماس 12 أيضا راح يلعب شلوة رميات التماس في هذه المباراة يلعبها توصل مرة ثانية الفريق الكوري قدام الجول حط بالجول انا ما تضرب ايضا مدافع الكويت وتطلع برا منطقة 18 توصل لي 8 اللي هو شو يونغ يرجعها ورا مع جاسم يحاول يمر مر جاسم داخل منطقة 18 طلع بالعرض لفيصل الدخل حط بالجول جول جول الله الكويت الاهلي من جاسم يعقوب خطأ من المدافع الكوري رجعها ورا بالغلط وكان متأخر ايضا ظهير الشمال هونغ سونغ هو انما منه جاسم يعقوب حصلها ولعبها لفيصل الدخيل مهاجم منتخب الكويت يحرز الهدف الثاني فيصل الدخيل هداف الكويت والهدف الثاني للكويت فيصل الدخيل 16 فيصل الدخيل في الدقيقة 32 الكويت والهدف الثاني فيصل الدخيل 2 الكويت جولين حلوين إلى الآن في مرمى الفريق الكوري ملعوبين حلوة يا شباب كرة اللعب توصل لأربعة شو كوانغ لي كل الجمهور قاملي في الملعب يصيح الكويت الكويت كرة توصل 12 شو تشونغ دوك رجعنا 15 لي كونغ جو يحاول يمر ايضا حلوة الفريق الكوري ايضا يتحرك جيد 15 توصل انما غلطة من المدافع تسبب في هدف في مرمى هذا جاسم يعقوب اللي استطاع ان يستغل الغلطة من كابتن الفريق شو يونغ جونغ رجعها لسونغ هونغ سونغ هو انما سونغ هو كان متقدم كرة توصل للفريق الكوري تطلع برا الملعب ضربة مرمى لصالح منتخب الكويت الاهلي شايف هذا الجمهور اللي حاضر هذا الجمهور اللي حاضر اليوم جمهور كبير كرة اللعب ترجع سامي الحشاش جمال سامي الحشاش منتخب الكويت الاهلي والفريق الكويتي متقدم بهدفين الى شيء على الفريق الكوري كرة توصل لفيصل الدخيل كرم يحصلها انما في صفاره وفي فاول على كرم محمد كرم شايف صدقوني احنا في الكباين والصفقات شال الملعب شيل جمهور ايضا الجمهور الكوري مساكن كرة اللعب عالية طويلة بيد جاسم بامن حارس المرمى هذا احتياطي منتخب الكويت شايفين فتحي حمود فليطح كرة اللعب توصل لجاسم هذا مدرب منتخب الكويت توصل لجاسم بامن فريق الكوري او الجمهور الكوري بالاحلى جمهور الحقيقة سلس فعلا قاعد يشجع فريقه ويعازر فريقه كرة توصل له سامي الحشاش يعليها عاليا
ترجع لجاسم يعقوب يحاول يمر جاسم يحاول يمر معاه ايضا شو تشونغ يحاول يمر منه انما تضرب في رجل المدافع الكوري تطلع برا الملعب ضربه ركنيه احتياطي الفريق الكوري كره اللعب محمد كرم يلعبها حلوه سعد الحوطي توصل محمد كرم لما يشيل المدافع الكوري 22 رجعها ورا ناحيه لي ليون 15 لي كونغ محبوب يخطفها يحصل الفريق الكوري 12 شو تشونغ دونغ لي 15 لي كونغ جو توصل الفريق الكوري انما في صفاره وفي فاول ايضا لصالح منتخب كوريا الجنوبيه الاهلي شايف المدرب الكوري يحاول يرشد لاعبين ايضا من خارج الملعب طبعا ممنوع في القانون انما كل قانون ممكن تتحايل عليه ممكن في حالة ما يشوف الحكم ايضا احاول ارشد اللاعبين طبعا النهائي او كأس اسيا مسهل اعتقد او بطولة اسيا ايضا مسهلة لان لواء سيحمل من جانب فريق عربي كرة توصل قدام الجول حاول يحطها بالجول انما يطلع المدافع الكويتي توصل من سامي الحشاش برا الملعب رمي التماس صالح منتخب كوريا الاهلي تلعب على طول توصل الفريق الكوري ترجع ثمانية حاول يلعبها توصل الفريق الكوري ايضا حلوة تسعة مو تلعب توصل ناحية الشمال يحاول يعليها علاها عند اربعة حطها بالجول انما تطلع برا الملعب الكرة تطلع برا الملعب الكرة ضربة مرمى لصالح منتخب الكويت الاهلي شايف حاول يحط اربعة انما مرت طلعت الكرة برا الملعب ضربة مرمى جاسم بهمن هذه المنصة الرئيسية لاستاذ صباح سالم بالكويت ويعتليها صاحب السمو الشيخ سعد العبد الله والذي ينوب عن امير دولة الكويت الشيخ جابر الاحمد الصباح وبجانب ايضا الشيخ فهد الاحمد والشيخ نواف كرة اللعب توصل جاسم بهم كرة اللعب توصل ناحية جمال يعقوب باقي حوالي 6 دقائق عن نهاية الشوط الاولاني والنتيجة إلى الآن 2 الكويت لا شيء كوريا كرة تطلع برا الملعب رامي التماس لصالح فريق منتخب الكويت الأهلي ثاني مرة يوصل النهائي وصل في إيران في طهران عام 76 وخسر أمام الفريق الإيراني بهدف للا شيء ثاني مرة يوصل نهائي إلى الآن وكسبان كوريا هدفين للا شيء وكرة النفع توصل لجاسم يضرب على الوضع بالجول أنا ما يحصلها يحصلها مرة ثانية جاسم يحاول يلعبها باك كرة اللعب توصل ناحية حطها بالجول كرم العنبري ما يحصلها فاول في صفارة وفي فاول على عبد العزيز العنبري مهاجم منتخب الكويت الأهلي إلى الآن متقدم على كوريا بهدفين فريق منتخب الكويت الأهلي الفريق الكوري محرز البطولة مرتين في هونغ كونغ وفي سيول على حساب فريق العدو عام كرة اللعب توصل لحارس المرمى عام 56 و60 واليوم ايضا يوصل نهائي مع الكويت وخسران الى الان بهدفين للا شيء فريق كمبوديا خرج ايضا من دور الاربعة عام 72 او فريق الكويت خرج على ايد كمبوديا عام 72 بعد ما دخل اول العراق في دور الاربعة كرة اللعب توصل لي جاسم بامن حارس مرمى منتخب الكويت الاهلي بالنسبة للمركز الثالث احتل الفريق الايراني
على حساب كوريا الشمالية اللي احتل المركز الرابع بعد خسارته من ايران بثلاث اهداف للا شيء. كرة اللعب توصل لما في صفارة وفي فاول على فريق كوريا الجنوبية. اللعب من ناصر الغانم لمحبوب جمعة ناحية جمال يعقوب. محبوب جمعة ظهير الشمال لمنتخب الكويت يلعب. انا ما وين اللعبة توصل لي كابتن منتخب كوريا الجنوبية اللي هو شونغ جونغ يلعبها توصل لي. منتخب كوريا تطلع برا الملعب. الكرة رمي التماس صالح منتخب كوريا الجنوبية من 15 لي كونجو في صفارة مو كورنر مو رمي التماس فاول لمنتخب كوريا الجنوبية. 12 شو تشونغ دوك واللي راح يلعبها يلعبها عالية حصلها 22 نما يشيلها المدافع ناصر الغانم ترجع الكرة ناحية منتخب الكويت. ايضا محبوب جمعة طلعها ترجع لفيصل الدخيل تنخطب يحصل الفريق الكوري يرجع حصل فيصل الكرة تضرب في فيصل تطلع برا الملعب رمي التماس منتخب كوريا الجنوبية. 4 شو كوانغ لي يلعبها توصل لتسعة لي يونغ مو يحاول يمر يعليها عالية لي يونغ مو ل22 ترجع مرة ثانية الفريق الكويتي ناصر الغانم لجاسم يعقوب اللي يحاول يمر ايضا يلعبها لي عبد العلي العنبري تنخطب الكرة حصلها فريق الكوري توصل لأربعة لي شو كوانغ تطلع من شو كوانغ برا الملعب رمي التماس لمنتخب الكويت الأهلي. محمد كرم يتركها لمحبوب جمعة محبوب جمعة منتخب الكويت هو اللي راح يلعب رمي التماس يلعبها محبوب توصل العنبري تنخطب ترجع ناحية 22 يلعب على طول انما تنخطب من 22 ترجع مرة ثانية لي تشونغ وانغ يونغ يلعب على طول ناحية شو سون هو يلعب قدام الجول. ما في فولو من الفريق الكوري ما في متابعة من الفريق الكوري الجنوبي. كرتين حلوين اللي لعبوا قدام الجول الى الان ما حاول يستغل من الفريق الكوري الجنوبي. كرة تطلع برا الملعب ضربة مرمى لصالح منتخب الكويت الاهلي. باقي دقيقة على ساعتي عن نهاية الشوط الاولاني والنتيجة الان 2 الكويت لا شيء كوريا الجنوبية في نهائي كأس امم اسيا. نهائي كأس امم اسيا 1980 في الكويت وفي استاد صباح السالم الصباح بالنادي العربي. كرة اللعب توصل لي كرة تطلع برا الملعب رمي التماس لمنتخب رمي التماس لمنتخب الكويت. حكم المباراة روح بجاسم يقول له لا تحاول تضيع الوقت. كرة اللعب توصل لي سعد الحوطي حاول لعبها انما تطلع الكرة في يد توصل في يد حارس المرمى هو بيونغ دو. يلعبها دوك توصل 22 على طول تمرر الكرة ناحية الفريق الكوري حاول يحصلها انما ترجع من ناصر الغانم لحارس المرمى جاسم بهمن. خلاص على ساعتي انتهى الوقت 45 دقيقة من الشوط الاولاني انتهى الوقت وهدفين الكويت لا شيء لكوريا الجنوبية الى الان. صفر سيداتي انساتي سادتي حكم المباراة معلن نهاية الشوط الاولاني فين للا شيء. احرز الهدف الاولاني سعد الحوطي والهدف الثاني فيصل الدخيل. كرة اللعب على طول من جاسم بامن من ضربة ركنية توصل الفريق الكوري انما يحصل العنبري ترجع لمنتخب كوريا الجنوبية. نمرة 9 لي يونغ مو كرة تطلع برا الملعب كرة تطلع برا الملعب انما انا شايف في ايضا صفارة وفي فاول على حكم المباراة
على حكم المباراة، فاول حكم المباراة هو اللي صفر فاول على الفريق الكويتي. 13 لعبة توصل مرة ثانية نما مدافع الكويتي يشيلها توصل على جاسم يعقوب، وفي راية وفي تسلل على منتخب الكويت الاهلي. تنلعب الكرة توصل لثمانية لو تشو يونغ جونغ في نص الدائرة، معدي ثمانية فريق منتخب كوريا الجنوبية الاهلي ل13. الفريق الكوري يعليها عالية قدام الجول، يحاول يحصل الفريق الكوري راح يضرب الجول، انما طور المدافع ترجع مرة للفريق الكوري ما حطه وين برا الملعب. ضربة مرمى لصالح منتخب الكويت الاهلي من اول دقيقة في المباراة بدأ الفريق الكوري يضغط على مرمى الفريق الكويتي، وفي اكثر عن فرصتين ضاعت من الفريق الاهلي الكوري. اخر فرصة هذه الفرصة الثانية، شايف حط المهاجم الكوري انما حطه وين برا الملعب، ضربة مرمى لصالح منتخب الكويت الاهلي. المباراة احنا عارفين مباراة فاينل نهائي في كأس امم اسيا بين كوريا الجنوبية وكوريا وبين الكويت منتخب الكويت الاهلي، وفي صفارة وفي فاول على منتخب الكويت الاهلي. حكم المباراة يكلم نعيم سعد يقول له لا تحاول تلعبها مرة ثانية لان ايضا راح تاخذ انذار. طبعا في صفارة في فاول لمنتخب كوريا الجنوبية الاهلي، تلعب الكرة تضرب في الحيطة وترجع مرة ثانية الفريق الكوري يطلعها برا الملعب. فيصل الدخير رمي تمام صالح منتخب كوريا الجنوبية الاهلي. تلعب الكرة توصل منتخب كوريا قدام الجول حطها في الجول، انا ما جاسم باومان حصلها حارس مرمى منتخب الكويت الاهلي. دقيقتين فات من الشوط الثاني والنتيجة إلى الآن 2 للكويت لا شيء. كوريا الجنوبية شايف بالحركة البطيئة توصل لما يحصلها جاسم بامن. ما يندرى هل الكويت يقدر يضيف هدف آخر على هدفين اللي محرزهم سعد الحوطي وفيصل الدخيل، أو الفريق الكوري الجنوبي يقدر يحط التعادل. طبعا ما يندرى في الكوري الجنوبي ايضا امام كوريا الشماليه كان مهزوم بهدف الشوط الاولاني، في الشوط الثاني حول الهزيمه الى مكسب. وفي فاول لمنتخب الكويت الاهلي تنلعب توصل ناحيه سامي الحشاش يلعب لمحمد كرم منتخب الكويت الاهلي، ناحيه محبوب جمعه الظهير الشمال يعليها عاليه داخل منطقه 18 للفريق الكوري شيونغ جونغ طلعها توصل لي لي يونغ مو ناحية هونغ سونغ هو فريق الكوري. ترجع ل 15 لي كونغ جو تنلعب انما بالخطأ يحصل الفريق الكويتي سعد الحوطي، ناصر الغانم منتخب الكويت الاهلي، محمد كرم ناحية الشمال شايفين بالصورة وباين ايضا وسامعين بالصوت، كرة ترجع لي ياسم بهمن. ناصر الغانم يرجع لجاسم بامن مرة ثانية حارس مرمى منتخب الكويت الاهلي. جمال يعقوب يعليها عالي على طول قدام انما يشيل المدافع الكوري، 12 حاول يلعبها انما لعبها برا الملعب رمي التماس من شو جونغ دوك. شايف هذا الجمهور اللي باين في الصورة اكثر هذا الفريق او الجمهور الكوري، وايضا الاستاد الحقيقة مليان. كرة اللعب توصل لسعد الحوطي يحاول يمر مرمى الاولاني مغطي عليه ثمانية علاها عالية قدام الجول انما في ايد حارس المرمى هو بيونغ دوب حارس مرمى الفريق الكوري. كرة اللعب 13 لعبة ناحية اربعة شوك وانغ لي لهونغ سونغ هو، ترجع لاربعة شو كوانغلي المرمى الاولاني يحاول المرمى الثاني انما تطلع الكره برا الملعب ضربه مرمى لصالح منتخب الكويت الاهلي. هدفين للكويت لا شيء كوريا، والمباراه نهائي كاس اسيا.
طبعا بعد المباراة على طول. ضربة المرمى راح تعاد لان الكرة ما خرجت بكامل محيطة من منطقة 18 يارد. هذا ناصر الغانم. بعد المباراة على طول راح يسلم كأس آسيا لمنتخب المنتخب الفائز بالبطولة، وراح ينزل ايضا علم الدورة. كرة اللعب توصل لي فريق الكوري ناحية لي كونغ جو، يحاول يمر، ترجع الكرة لأربعة قدام الجول انما تخطب، ترجع مرة ثانية ناحية شو تونغ دوغ، تلعب ناحية قدام على طول انما وين تطلع الكرة برا الملعب ضربة مرمى. كوريا مثل ما احنا عارفين اخذت بطولة كاس اسيا مرتين، عام 56 و 60، 56 في هونغ كونغ و 60 في سيول، والمباراتين لعبت نهائي مع فريق العدو. بالنسبة للفريق الكويتي وصل عام 72، عام 72 وطلع من دور الاربعة على ايد الفريق الكمبودي، وعام 76 ايضا وصل الى النهائي ولكن خسر امام ايران بهدف للا شيء. كرة اللعب توصل ناحية الفريق الكوري على طول تلعب امام حبوب، يطلع براسه ترجع ناحية سعد الحوطي لعبد العزيز العنبري في نص الملعب، العنبري يلعب ناصر الغانم على طول، ناصر لعب امام جاسم يعقوب كان متاخر حصلها. فريق كوريا تشو يونغ جونغ على طول يلعب ناحية لي يونغ مو في نص الدائرة، اللعب على طول ناحية بالعرض لفريق كوريا الشمالية الجنوبية، مر 16 انما في صفارة وفي فاول على سعد الحوطي. اربعة شو كوانغ لي هو اللي راح يلعب الفاول، لعبه قدام الكورة حتى فريق كوري انما تأخر المهاجم الكوري وطالت من الكرة حصلها جاسم بهمن. سامعين الجمهور الكويتي يصيح الكويت الكويت، والجمهور الكوري ايضا كوريا كوريا، وما يندرى من اللي راح يفوز. الى الان الفريق الكويتي متقدم بهدفين اذا لا شيء، وفات حوالي 6 دقائق من الشوط الثاني. كرة اللعب توصل سعد الحوضي محمد كرم لسامي الحشاش، يعليها عالي على طول قدام ناحية جاسم يعقوب، توصل الفريق الكوري الكرة مع العنبري، يلعبها 16 لشيونغ جونغ، تنخطف حصلها سعد الحوضي انما يرجع لما الفريق الكوري داخل الدائرة. اللعب توصل ناحية لي قدام يلعبها هنا ما يخطف ايضا الفريق الكويتي جمال يعقوب، سعد الحوطي ناصر الغانم، تنخطف يحصلها الفريق الكوري على طول يلعبها هنا ما ناصر الغانم يحصلها ويلعبها ناحية العنبري، حصل الفريق الكوري من ناحية اليمين، تنلعب الكرة توصل ل 16 في نص الملعب، يلعبها ناحية 9 مو تنلعب توصل 22، حاول يحطها في الجول انا ما حطها وين برا الملعب شو صن هو برا ضربة مرمى لصالح منتخب الكويت الاهلي شو صن هو. هذا اصغر لاعب في الفريق الكوري. ضربة مرمى جمال يعقوب منتخب الكويت يلعبها، توصل لي ناصر الغانم يحصلها يلعبها ناحية فيصل ما تنقطع مو يقطعها، ترجع ناحية فريق الكوري 16 حصلها الطول منها، يرجع يلمها ايضا عزم الاولاني والثاني والطول محبوب يلمها، سعد الحوطي يحصلها لناصر الغانم، فيصل الدخيل، جاسم يعقوب على طول من ناحية اليمين يحاول يمر هو والجول داخل منطقة 18، حاول يطلع بالعرض يطلع بالعرض لفيصل لحظة بالجول لما ترجع مرة ثانية تمر من عبد العزيز العنبري، مو فيصل العنبري اللي حاول يحطها انما
كرة حصلها المدافع الكوري طلعها من داخل منطقة 18 جد اجمع كثير منتخب كوريا الجنوبية من ناحية اليمين تلعب يحصلها على طول يحاول يمر حكم يقول ما فيها شيء كرة اللعب توصل الفريق الكويتي سعد الحوطي منتخب الكويت الاهلي لفيصل الدخيل سعد الحوطي منتخب الكويت ناحية فيصل الدخيل رجع المدافع الكوري لحارس مرماه هو بيونغ دونغ تلعب الكرة توصل شو يونغ جونغ بنص الملعب ناحية أربعة شو كوانغ لي يلعبها حلوة لزميله انما تخطف ترجع ناصر الغانم ناصر الغانم يلعبها انما وين يلعبها بالخطأ ناحية 12 شو جونغ دوك يحصل الفريق الكوري هجمة للفريق الكوري من ناحية الشمال 16 يحصلها ويحاول يمر أربعة مرة ثانية خطفها لعبها ناحية 22 تنلعب الكرة توصل لمحبوب يلعبها على طول ناحية عبد العزيز العنبري من ناحية الشمال عبد العزيز ومعه جاسم لعبها لفيصل حصلها فيصل وخطفت الكرة وصلت مرة ثانية للفريق الكوري الجنوبي من ناحية اليمين حصلها فريق كوريا تنلعب في نص الملعب لثمانية شو يونغ جونغ 22 شو صن هو لتسعة اللعب ناحية 15 اللي هو لي كونج جو يحاول يمر يعليها عالية لي ناحية 22 ناحية 9 لي يونغ مو لي يونغ مو يلعبها انما تنخطب توصل ناصر الغانم هجمة ايضا مرتدة منتخب الكويت ناحية فيصل الدخيل يحاول يمر فيصل مع المدافع الكوري مر فيصل دخل منطقة 18 حاول يطلعها طلعها لجاسم حطها جاسم من حطها وين؟ برا الملعب ضربة مرمى لصالح منتخب كوريا الجنوبية الأهلي كوريا الجنوبية كرة اللعب جمهورية كوريا 0 الكويت 2 وبعد حوالي ربع ساعة وباقي نص ساعة من نهاية عن نهاية المباراة وهجم الفريق الكوري يحاول يحصلها 22 يحاول يحطها إنما في تكتل من دفاع الكويت وانقضاض سريع على الكرة فعلا هذا المفروض يكون في الوقت هذا 2 لمنتخب الكويت 2 للفريق الفائز معنى هذا يجب ان يكون فعلا في انقضاض وفي محافظة على الهدف لان لو دخل هدف ايضا راح يكون في ترجع لدخول هدف ثاني كرة اللعب توصل لي عبد العزيز تنخطب توصل الفريق الكوري حكم برد يقول ما فيها شيء العنبري نعيم يحصلها لناصر الغانم ناحية عبد العنبري العنبري يحاول يمر نعيم سعد ناحية ناصر الغانم ايضا في صفارة وفي فاول على الفريق الكوري الجنوبي شايف ايضا سعد الحوطي طايح على ارض الملعب خلف السنتر على طول ياردة واحدة كرة اللعب من سامي الحشاش لمحمد كرم فيصل انما تخطف حصل العنبري يخطف ايضا المدافع الكوري ترجعنا 13 جون وونغ حصل اللي هو اربعة يلعبها جون هونغ وون تلعب توصل الفريق الكوري 22 مرمى الاولاني يحاول يمر الثاني انما تخطف من الكرة ايضا تنلعب فريق الكوري يحاول يلعب انما كرة طلعت برا الملعب رمي تماس صالح منتخب الكويت الاهلي عبد العزيز العنبري تركني محبوب جمعة ظهير الشمال لمنتخب الكويت الاهلي شايف ربع ساعة فات وباقي نص ساعة والنتيجة الى الان 2 منتخب الكويت لا شيء كوريا الجنوبية كرة توصل الفريق الكوري عبد العزيز العنبري يلعبها لجاسم يعقوب للعنبري حلوة خطرة قدام الجول حاول المر انما حكم المباراة يصدر فاول للفريق الكويتي خارج منطقة 18 ياردة لو كانت داخل منطقة 18 ياردة طبعا خطأ من الاخطاء التسعة بلنتي ضرب الجزاء انما خارج منطقة 18 ياردة
الدفع بالايد خطا من الاخطاء التسعه. سمو الشيخ سعد بن عبد الله ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء بدولة الكويت في ضربة مباشرة. شايفين فيصل الدخول راح يلعبها، لعبها لما تضرب في الحائط وتطلع برا الملعب، ضربة ركنية لصالح فريق منتخب الكويت الأهلي. شايف ضربت في الحيطة وطلعت، تغير اتجاهها طبعا، طلعت برا الملعب. حتى فتحي، حتى فتحي برا الملعب أيضا يشاور على زملاء طبعا داخل الملعب. اللاعب ما يكون خارج الملعب او داخله احساسه دائما مع الكره ومع فريقه كره اللعب. توصل قدام الجول حاول يحط انا ايضا المدافع الكوري طلع برا الملعب. ضربه ركنيه من نفس المكان، ثاني ضربه ركنيه على التوالي. ايضا في الحقيقه جمهور حاضر، نساء حاضرين المباراه. كرة اللعب توز دام الجول، ترجع ل 22 شو صنه في صفارة وفي فاول لصالح الفريق الكوري. تلعب الكرة قدام الجول حاول يحطها 22 ما حطها برا الملعب. ضربة مرمى لصالح منتخب الكويت الاهلي. كرة اللعب توصل الفريق الكوري يلعبها على طول ناحية اليمين له جونغ وونغ يونغ، يلعبها نماس الخطف ترجع ناحية جونغ وونغ لشو جونغ دوك، يحاول يلعبها نماس. تعلى الكرة وتوصل لي جمال يعقوب يعليها، ترجع الكرة لي فريق الكوري يحاول يحصلها 18 يلعبها تمر توصل ناحية اليمين الفريق الكوري يلعبها على طول انما ما يحصلها 22 ترجع هجمة الفريق الكوري يحاول يحطها انما يخطفها سعد الحوطي. تلعب الكرة ناحية جاسم بن عقوق اول جول هذا بالجول 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 اينما سمر مرزان هذا بالجول هذا بالجول هذا بالجول جول جول الله اكبر. حلوة يا جاسم، ثقة وامانة يا جاسم. فيصل الدخيل، فيصل الدخيل حطها بالجول محرز الهدف الثالث. فيصل 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 حلوة يا فيصل. كرة من جاسم يعقوب عدى من حارس المرمى ودخل ايضا احد مدافعين معه لما طلعها بالعرض ناحية فيصل الدخيل الذي احرز هدف الكويت الثالث. تنادى الكويت لا شيء شايف هذا في هذا جاسم هذا جاسم هذا جاسم. شوف شلون حلو عدى من حارس المرمى ما قدر يلعبها في الجول ايضا عدلها لفيصل الدخيل اللي كان متابع على طول. شوف ايش اللي اقول العب 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 حطها فيصل حطها فيصل بشماله في الجول محرز الهدف الثالث. ثلاثة الكويت لا شيء كوريا والهدف الثالث الكويت فيصل الدخيل شرطة نمرة 16. حلوة حلوة ثلاثة منتخب الكويت لا شيء كوريا. هاج الجمهور هاج هاج الجمهور ايضا كل المعلقين اللي معاي في الكباين كلهم هاجين. خالد الحربان نوح انا ايضا هايج ايضا المعلق الماليزي. كرة اللعب توصل لي شايف معادة مرة ثانية لي جاسم يعقوب بعد ما مر انفراد جيد لجاسم يعقوب داخل منطقة الملتعش وثلاثة منتخب الكويت لا شيء كوريا بعد ما عدلها ولمسة خفيفة حلوة من يمين جاسم لشمال فيصل على شمال حارس المرمى اللي هو بيونغ دوك ويحرز الهدف الثالث. ثلاثة وجاسم يعقوب يحاول يبطل اللعب ايضا ما حصلها جاسم
يمر من الاولاني ويروح ناحية الشمال، يمر من الثاني انما في دفعه في صفارة على منتخب كوريا الجنوبية. ثلاثة صفر. ولو حسبنا اهداف الكويت منذ عام 72 في مرمى كوريا 9 اهداف الى قبل المباراة هذه، وفي مرمى ايضا الكويت 9 اهداف من كوريا الى قبل المباراة هذه، لو حسبنا ضفنا الثلاثة راح يكون 12 هدف لمنتخب الكويت الى الان. كرة اللعب توصل لما حارس المرمى حصلها اللي هو بيونغ دوك. كرة اللعب توصل ناحية 22 25 دقيقة من الشوط الثاني فات، وباقي 20 والنتيجة 3 الكويت لا شيء كوريا. 2 راح يدخل الفريق الكوري. كيم جونغ بيل هو اللي دخل. طلع نمرة 13 جونغ وونغ جونغ. فيصل الدخيل يلعب لي ناصر الغانم، ناصر لنعيم سعد، يحصلها نعيم، رجع الفريق الكوري، ناصر الغانم يغير اللعب من اليمين للشمال، حاول يحصلها اليوم محبوب جمعة انما طالت منه، حصل الفريق الكوري، رجعت لتسعة لي يونغ مو في نص الملعب يلعب على طول ناحية جونغ هونغ وون. كرة طلعت وفي صفارة وفي فاول على منتخب الكويت الاهلي. التغيير الثاني كوريا شايفين اثنين، فريق الكوري كيم جونغ ال يلعب عالية قدام الجول، عطب الجول لما توصل مرة قدام عطب الجول. الكرة تطلع برا الملعب، ضربة مرمى لصالح منتخب الكويت الاهلي. الجمهور فرحان، الجمهور فرحان، كأس آسيا بطولة مثل بطولة افريقيا وبطولة اوروبا، هذه ايضا بطولة اسيوية ضمن الاتحاد الاسيوي. كرة اللعب توصل فيصل الدخيل يحاول يمر من الاولاني، لعبه حلوة لي محمد كرم ناحية محبوب جمعة، علا يحاول يعلي محبوب، حصل محبوب انما في صفارة في فاول على محبوب جمعة. هوب جونغ دوك يلعبها ناحية هونغ سونغ هو في نص الملعب، توصل لي يونغ مو طويلة قدام، يحاول يلعب 22 يحاول يحصل 22 حصلها لما يطلع من المدافع ترجع مرة ثانية لأربعة يحطها بالجول، طلعها نفسه أيضا. تلعب توصل الفريق الكوري على طول توصل داخل المدافع يحطها بالجول، يحطها بالجول. حلوة حلوة عدل الشمال انه وين طلعت برا الملعب ضربة مرمى. لو ياك تقول الكتروني حلوة فعلا، شوف حطها الشمال انما طلعت برا الملعب على وطلع ضربة مرمى لمنتخب الكويت الاهلي. توصل الكرة نعم جمال يعقوب، سامي الحشاش، عبد العزيز العنبري، سعد الحوطي، جاسم يعقوب في صفارة وفي فاول على منتخب كوريا الاهلي.
سعد الحوطي. سعد يلعب على طول ناحية فيصل إنما وطول الكرة وتطلع برا الملعب، ضربة مرمى لمنتخب كوريا الجنوبية الأهلي. لو فازت الكويت فسيصبح أول فريق عربي يفوز ببطولة كأس آسيا من أقيمت إلى الآن، من أول ما نظمت إلى الآن أول فريق عربي يفوز ببطولة آسيا الكويت الأهلي. كرة اللعب توصل ثمانية، كابتن الفريق يلعب على طول ناحية أربعة، اللعب ترجع لثمانية اللي هو شونغ شونغ ناحية الشمال هونغ هونغ سونغ هو يلعبها، ترجع الفريق الكوري لي يونغ مو يطلعها، توصل ناحية المدافع اللي شالها، ترجع مرة ثانية الفريق الكوري حاول يصلح نفسه، يلعبها على طول قدام، ترجع مرة ثانية داخل منطقة 18، طلعها انا مسام الحشاش، طلعها برا منطقة 18، توصل لجاسم يعقوب اللي حاول يحصل لها نفسه، طلع المدافع الكوري، ترجع هجمة الفريق الكوري، يلعبها ناحية أربعة، شو كوانغ لي تنلعب، توصل 18، تشونغ هونغ يحاول يمر تشونغ هونغ، إنما ناصر الغانم يخطفها يحصلها ويلعبها لي، جاسم يعقوب، ناصر الغانم على طول يلعبها ناحية العنبري، العنبري توصل لي، فيصل الدخيل الضرب الاولاني في صفارة وفي فاول على منتخب الكويت الاهلي، حكم مباراة يقول ما فيها شيء، فيصل مسك كرة فاكتسب هاند بول لمسة يد على منتخب الكويت على فيصل الدخيل. كرة اللعب من ناحية اليمين يحاول يمر اللي هو تسعة لي يونغ مو اللي بدأ يميل على ناحية اليمين اكثر، كرة تضرب في محبوب جمعة تطلع ضربة ركنية صالح منتخب كوريا الجنوبية الأهلي، تسعة كوريا لي يونغ مو اللي راح يلعب ضربة ركنية من على شمال حارس المرمى جاسم باهمن، كرة اللعب ضربة ركنية حاول يحصل الفريق الكوري، ترجع مرة ثمانية حاول يحطها بالكور أنا ما حطها برا الملعب، ضربة مرمى لصالح منتخب الكويت الأهلي. لعب الكرة على طول توصل ناحية فريق الكوري، فيصل الدخيل حاول يلعب انا ما تخطف ترجع لي، ناصر الغانم، جاسم يعقوب لنعيم سعد من ناحية اليمين، معدي نعيم يحاول يلعبها لي عبد العزيز انما سهلة بيد حارس المرمى بوب يونغ دار. تنلعب 16 الفريق الكوري، شونغ هان بون يلعبها لي يونغ مو، تلعب توصل قدام الجول لما سهل بيد حارس المرمى جاسم، اثنين وثلاثين دقيقة فات من الشوط الثاني من المباراة، والنتيجة إلى الآن 3 الكويت منتخب الكويت الاهلي، لا شيء منتخب كوريا الجنوبية الاهلي. كرة اللعب توصل من ثمانية شيونغ جونغ يلعبها على طول ناحية 18، شونغ هون وون يحاول يمر مر 18 لعبها بالعرض لما تضرب في سامي الحشاش، كرة تطلع برا الملعب ضربة ركنية. ايضا نشوف سامي طاح، ايضا سامي طاح في شد عضلي، في شد عضلي
يحاول اسام الحشاش كان داخل برا الملعب، فايضا حاول فيصل الدقيق ان يسحب اسام الحشاش داخل الملعب. ايضا لان فيها تفويت دقيقتين من الوقت في لاعب مصاب ايضا من الفريق. لاعب مصاب من الفريق. الكوري قام مود البيت احفظ الانسان الحشاش نمرة 15 مود نمرة 14 كرة اللعب حول الجول انا ما تطلع برا الملعب ضربة مرمى لصالح منتخب الكويت الاهلي. كرة اللعب توصل لأربعة ناحية تسعة ليونغ مو يعلي على المسعى يحاول يحطها في الجول أنا ما فيد حارس المرمى جاوز ثمان دقائق باقي عن نهاية المباراة والنتيجة إلى الآن 3 الكويت لا شيء كوريا. كرة اللعب على طول ناحية فيصل الدخيل داخل منطقة الجزاء يحاول يلعب هنا ما يطلع المدافع الكوري برا الملعب ضربة جزاء. لو لاحظ سعد الحوطي لعب بدل سامي الحشاش. حمود فليطح لعب بدل سعد الحوطي في نص الملعب. وأنا قلت لك حمود فليطح يلعب في نص الملعب أو ظهير يمين. نعيم سعد موجود ظهير يمين معنى هذا أنه سعد راح يرجع بمكان سامي الحشاش وحمود فليطح راح يلعب في نص الملعب. ضربة ركنيه جاسم يعقوب المنتخب الكويت الاهلي راح يلعبها على شمال حارس المرمى يلعبها حلوه قدام الجول انا ما توصل نعيم سعد طلع المدافع الكوري ترجع مره ثانيه حمود فليطح يلعبها لي جاسم انا ما في صفاره وفي تسلل على جاسم يعقوب. هذا جاسم محمد كرم في نص الملعب يلعبها ناحيه العنبري ترجع ورا الكرة لي محبوب للعنبري مر العنبري من جهة الشمال لعبنا حجاز معقوب لي حلوة على صدره انما يخطف المدافع توصل مرة ثانية الكرة لي منتخب كوريا هجمة منتخب كوريا من ناحية اليمين يلعبها في نص الملعب مرة ثانية توصل لي يونغ مو تسعة لي يونغ مو يلعبها الاثنين اللي نازل قبل شوي علية عالية ناحية 22 شو صن هنا ما تخطط توصل الكرة لفيصل الدقيل فيصل الدقيل جاسم يعقوب معاك فيصل لعبها لفيصل حلوة حط فيصل بالجول تضرب ترجع حمود فليطح يحاول يحطها بالجول لجاسم يعقوب حطها بايده حطها بايده هاندبول حكم المباراة يكلم جاسم يقول لا تحاول تلعبها مرة ثانية كرة اللعب ترجع هزمة لمنتخب كوريا أنا ما جاسم بامن يحصل شوف هذا جاسم حطها بالجول كابس كب كب بالجول إنما حكم المباراة حسبه هاندبول كرة اللعب توصل نعيم سعد تسعة كرة تطلع لمنتخب الكويت الاهلي رمي التماس 14 راح يلعب رمي التماس خلاص باقي خمس دقائق على ساعة الاستاد وساعتي ايضا عن نهاية المباراة ومبروك للكويت ببطولة كأس آسيا. كرة اللعب محمد كرم خمسة عشر تسعة ليون مو منتخب الكوري اللعب ناحية شو صن هو توصل لأربعة شواك وانغ لي تلعب الكرة حلوة ناحية خمسة عشر حاول يطلع بالعرض أنا ما شالها
محمد كرم، عبد العلي العنبري، حمود فليطح. اما عبد العنبري، حاول احصل العنبري عبد العزيز، انا ما تخطب من عبد العنبري ترجع لي. أربعة يلعب على طول، حلوة ناحية تسعة، حاول يحطها بالجول تسعة، إن شاء الله يحطها بالجول. أنا ما كرة طلعت برا الملعب، ضربة مرمى لصالح منتخب الكويت الأهلي. جمال يعقوب اللي راح يلعب ضربة المرمى، هذا عبد العزيز العنبري رقم 10 منتخب الكويت الاهلي. تلعب الكرة، يشيلها المدافع الكوري، توصل ناحية نعيم سعد، يعدي بين اثنين. حلوة نعيم، يلعبها نما 16 صفة الفريق الكوري، توصل لي شيونغ جونغ، تلعب على طول ناحية جاسم بهمن حارس مرمى منتخب الكويت. كل اللاعبين الاحتياط والجمهور و المهتمين بشوريا واقفين. المباراة على نهايتها خلاص. فريق الكويت هي متقدم 3 أهداف للا شيء. يعني معنى هذا ان فريق منتخب الكويت هو اللي راح يستلم كأس أمم آسيا. كرة اللعب توصل لي اثنين الفريق الكوري، يلعب على طول لما حصلها جاسم باهمن. اثنين واثنين، باهمن حارس مرمى منتخب الكويت و بعد دقائق راح نقول الى لقاء ان شاء الله بعد 4 سنوات. توصل حلوه من جاسم لحمود، لجاسم جاسم يعقوب لحمود فليطح، حطها بالجول. ان محمود فليطح يحطها براسه، حطها برا الملعب، ضربة مرمى لمنتخب كوريا الجنوبية الاهلي. الى لقاء ان شاء الله بعد 4 سنوات في بطولة جديدة. كرة اللعب للمنتخب في البطولة الثامنة، لأن هذه البطولة السابعة لأمم آسيا. كرة اللعب توصل ناحية الفريق الكوري، يحاول يحصلها نمات، تخطف الكرة من حمود فليطح، أيضا ترجع الفريق الكوري 15 اللي هو لي كونجو، يحاول لعبها نمات مرمى الأولاني، كرة حصلها لصفارة. بلنتي على فريق منتخب الكويت الأهلي. بلنتي دخل احد مهاجمي منتخب كوريا داخل منطقه 18 وعرقل من قبل احد مدافعي فريق منتخب الكويت، شايف؟ وحكم المباراه كان قريب حسب بلنتي على ما على منتخب الكويت الاهلي. بلنتي، اول بلنتي في المباراه، 3 أهداف اللي احرزها فريق الكويت ملعوبين حلوين من جاسم يعقوب. خلصتم سعد الحوضي في الجول الاولاني وجولين، الهدف الثاني والثالث على التوالي احرزه فيصل الدخيل. بلنتي 15 اللي راح يلعب بلنتي لي كونجو، لي كونجو هو اللي راح يضرب او يلعب البلنتي. لي كونجو يحطها ولا لا؟ ما يندرى، يحطها لي جاسم بامن ايضا متاهل، حطها لي، حطها بالجول، 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 جاسم، جاسم بامن، جاسم يعقوب يحرز اهداف، وجاسم بامن يصد الاهداف، جاسم وجاسم، جاسمين في الملعب ومتقاسمين ايضا. صفر سيداتي انساتي سادتي، حكم المباراة السنغافوري معلن نهاية المباراة بفوز فريق منتخب الكويت الاهلي ب3 أهداف للا شيء. وايضا الفريق الكوري ما وفق ضربة الجزاء، احرز هدف الكويت الاول سعد الحوضي بدقيقة 8 من الشوط الاولاني، واحرز فريق منتخب الكويت فريق فيصل الدخيل الهدف الثاني في الشوط الثاني، واحرز ايضا احرز فريق الكويت الهدف الثالث من فيصل الدخيل ايضا. 3 الكويت لا شيء كوريا. اعزائي المشاهدين، مبروك للكويت
ببطولة كأس أمم آسيا، وألف ألف ألف ميت مبروك. ويتمثل الكويت بالكرة العربية والخليجية أمام كوريا الجنوبية، فمبروك وألف ألف ميت مبروك. أعزائي المشاهدين، قبلات لمنتخب الكويت الأهلي، قبلات لمنتخب الكويت الأهلي من جمهور الكويت. أعزائي المشاهدين، كما ترون صاحب السمو الشيخ سعد العبد الله يسلم كابتن الفريق الكويتي اللاعب سعد الحوطي كأس البطولة. مبروك للكويت، مبروك للكويت، ومبروك لكل رياضي عربي بعد أن أحرز منتخب الكويت الأهلي المركز الأول لبطولة كأس أمم آسيا السابعة. وأيضا يرافق صاحب السمو الشيخ سعد العبد الله السيد داتو حمزة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وهذا هو الكأس وقبلات من منتخب الكويت الأهلي الذي أحرز بطولة كأس أمم آسيا السابعة. وكما ترون صاحب السمو الشيخ سعد العبد الله يقلد منتخب الكويت الميداليات الذهبية.